السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البرنامج ده مخصص عشان يراقب البروجرس للمشاريع العملاقة بحيث ان انت تبقى عارف ايه التطورات اللي حصلت. يعني هو عبارة عن داشبورد بيبدأ يقول لك ايه التطورات اللي حصلت في المشروع. تعال نشوف الفيديو. في الموقع طبعا بيكون فيه تفاصيل كتيرة ورقية، فهنا من خلال التابلت او الموبايل او الكمبيوتر تبدأ تسجل كل حاجة بتحصل، وكل مشكلة تصورها بحيث ان الناس الموجودين في الاوفيس او لو حابب ترجع للمشكلة تلاقيها بالتفصيل بتاعتها، وتقدر تسجل هي موجودة فين، فأني دور تسجل الحاجات اللي اتنفذت النهاردة، المشاكل اللي ظهرت وهكذا، عشان تقدر تتابع المشروع بتاعك، تقدر تقيسه، ولو قدرت تقيسه هتقدر تديره بشكل كويس ان شاء الله. هسيب لكم الرابط اسفل الفيديو.